معنا اللاعب احمد الجندوسي اليوم فريق الاهلي يتوج للمره الثانيه بلقب بطوله جماهيريه على استحقاق وجداره. والله الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من رب العالمين، والفضل طبعا الاستاذ باشمهندس فتحي الجالي واللجنه الاداريه استاذ فايز حسام، ان شاء الله يا ربي ما ننسى حد. الجميع كلهم الحمد لله، وإدارة النادي صبت معنا وجمهورنا الحمد لله رب العالمين، وامورنا 100% الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله ديما البطوله لنا باذن الله يا رب العالمين. ان شاء الله الله يسلمك.